بسم الله الرحمن الرحيم. الله، النهاردة هنتكلم على الجزء الثالث على الـ Public Health Information. ده موضوع في منتهى الأهمية، إزاي نوجه رسالة للعامة برضو دونما تهوين ودونما تهويل. الخطوات الإجرائية للوقاية ومع انتشار العدوى. طبعا في مجموعة من الإجراءات هنتكلم على كل إجراء فيها على حدة بالتفصيل. الإجراءات دي كلها مفيدة لأمراض الجهاز التنفسي زي الإنفلونزا مثلا والكورونا على وجه الخصوص. Number one and the big one, please wash your hands. غسيل الأيدي. الحقيقة غسيل الأيدي بالماء والصابون ده موضوع في منتهى الأهمية. Hand wash save lives. Hand hygiene save lives. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. And if soap and water is not available, use alcohol-based hand sanitizers. You have to make sure that it contains at least 60% alcohol. مهمة جدا تركيز الكحول في الهاند سانيتايزرز، يجب الا يقل عن 60%. ده شك الهاند سانيتايزرز والكحول بيبقى معاه جل عشان يحافظ على الميوكس من برينز. الكلام النموذجي ان يبقى فيه 70% ايثانول، ولكن at least 60% alcohol. So you have to wash your hands with soap and water when your hands are visibly dirty. إذا كانت الأيدي متسخة وده واضح للعيان، يبقى غسيل الأيدي بالماء والصابون له الأولوية. If your hands are not visibly dirty, frequently clean them using alcohol-based hand rub and water. So you have to wash your hands either with soap and water or alcohol-based hand sanitizer. الخطوات بتاعة غسيل الأيدي، ودي حاجة مهمة جدا، wet your hands وبعدين apply soap and then rub your hands together from the back and the front and between fingers and rinse and then finally dry your hands. الدياجرام ده بيوضح خطوات غسيل الأيدي. في البداية بنقول للشخص بلل ايديك بالماء، وضع كمية مناسبة من الصابون بحيث تغطي سطح اليد، وبعدين حضرتك هتبدأ تفرك الايد باطن اليد بباطن اليد الاخرى، ثم باطن اليد اليمنى على ظهر اليد اليسرى مع تداخل الأصابع والعكس، ثم باطن اليد الأخرى، باطن اليد بباطن اليد الأخرى مع تداخل الأصابع، ثم ظهر الأصابع
بباطن اليد الأخرى والأصابع بتكون مضمومة زي الفيجر رقم 6، ثم الدعك الدائري للإبهام الأيسر ثم الأيمن، وبعد كده هنعمل الدعك الدائري للأمام وللخلف بأصابع اليد اليمنى لباطن اليد اليسرى والعكس. بعدين بعد كده هنبدأ المنطقة بتاعة الرأس، برضو سيتم إجراء الدعك، وبعدين هنشطف الإيدين بماء جاري، وبعدين نجفف الإيد باستخدام هنقفل الحنفية يا إما بالكوع أو بفوطة نظيفة هتستخدم لمرة واحدة، وبعد كده هننشف إيدينا. كده تبقى ده الغسيل الآمن للأيدي بالخطوات. طب إمتى هنغسل إيدينا؟ بعد كل إجراء بنعمله هنغسل إيدنا. After coughing or sneezing. When you are caring for a sick person. أثناء رعاية المريض، بعد السعال والكحة، قبل الأكل، after toilet use، وزي ما قلنا القاعدة العامة لو الأيدي متسخة وده واضح للعيان هنغسل إيدينا بالماء والصابون، أو لو الأيدي مش واضح إنها متسخة ممكن نغسل إيدينا باستخدام الألكول بيزد هاند روب. يبقى دايما الرسالة بتاعتنا غسيل الأيدي، وبوستر زي ده يبقى موجود في كل مكان، wash your hands، يبقى موجود في الاستقبال، في العيادات الخارجية، في المنشآت المختلفة، في الإعلانات اللي بتيجي في الميديا. يعني ده حاجة مهمة جدا، يعني wash your hands، hand washing Life. طيب هل استخدام الجلافز او الجوانتيات او القفاز يغني عن غسيل الايدي؟ الاجابه لا. Regularly washing your hands offers more protection. المشكلة إن حضرتك لما بتكون لابس الجوانتي ممكن الجوانتي يبقى contaminated، وبعدين حضرتك لو عملت touch to your face, touch your eyes, nose or mouth, you can transmit the infection. فالسؤال should I just wear gloves؟ الإجابة yes you can but it's not practical. If you touch your face with dirty gloves you can still transfer the virus to your face. مش بس كده، كمان ده في جزئية منتهى الأهمية، طريقة خلع القفازات، لأنه لو الطريقة دي ما كانتش طريقة سليمة حضرتك برضو ممكن تنقل العدوى لإيديك، وبعد كده if you touch your eyes, nose and mouth you can transmit infection. زي ما احنا شايفين في الخطوات اللي موجودة قدامنا، حضرتك الأول بإيدك اليمين بتلمس الجوانتي اللي موجود على ايدك الشمال، وبعدين بتبدأ حضرتك تخلعه، وفي النهاية الجوانتي بعد ما هتخلعه هتحطه في ايدك الشمال اللي انت لسه لابس فيها الجوانتي، وبعدين
هتدخل صوابعك تحت الجوانتي في ايدك الشمال وتبدأ حضرتك تقلبه زي فردة شراب علشان الجوانتي اللي انت كنت خالعه قبل كده يبقى حصل له كفر بالجوانتي الاخر، وبعد كده سيادتك بتشيلهم من ايدك وبترميهم في سلة المهملات وبتغسل ايديك بالمية والصابون. دي الطريقة السليمة لطريقة خلع القفاز. يعني لو كان في حد بيستخدم الجوانتيات يبقى احنا لازم نعرفه الطريقة السليمة خلع القفاز. دي اول جزئية. تاني instruction: avoid touching your eyes, nose and mouth unless you have just washed your hands. عدم ملامسة الفم والأنف والعينين إلا بعد غسيل الأيدي، لأن زي ما قلنا دي أحد طرق نقل العدوى. فأفويد touching your eyes, nose and mouth. Avoid touching your face. Don't touch your face, nose and mouth. والكوميكس بقى في الميديا، بطل تلمس عينيك ومناخيرك ووشك. الحقيقة دي رسالة مهمة خالص. الإجراء الثالث: cover your cough and sneeze. cover your cough and sneeze. برضو دي ثقافة مهمة جدا، ثقافة الكوميكس أو ما نسميه كف إتيكيت، آداب العطس والسعال. Cover your nose and mouth with a tissue and if you don't have a tissue, cough into your upper sleeve. يعني المفروض إنه الواحد لما بيجي يكح أو يعطس بيستخدم منديل ورقي، وبعد كده هذا المنديل الورقي هيرميه في سلة المهملات ويغسل ايديه بالماء والصابون. لو لم يكن متاحا يبقى هيكح في كمه، يبقى هيكح في كمه. الإجراء ده بنسميه آداب السعال والعطس أو الكف إتيكيت. يبقى الكف او السنيزنج اتيكيت: cover your mouth and nose with a tissue. If there is no tissue, cough or sneeze into the end, into the blend of your elbow, not in your hands. Then dispose this of your tissue properly in the trash bin and if you sneeze or cough into your hand, wash your hands as soon as possible with water and soap. يبقى الثلاث خطوات: catch at, pin at and kill at. يبقى الواحد هيستخدم المنديل الورقي أثناء السعال أو الكحة، أو هيكح في كمه، إنما ما يستخدمش إيديه الاتنين علشان أثناء العطس أو أثناء السعال، لأن زي ما قلنا very simply إيديه هتبقى لو هو هتبقى contaminated وبعد كده هيقدر ينقل العدوى لأماكن أخرى. يبقى يا إما نستخدم المنديل الورقي يا إما نكح في الكم، لكن مش هنكح في الهواء ولا هنكح ونكتم الكحة بالإيدين. دي أشكال متنوعة ومختلفة بتبين لنا
ان احنا ما نستخدمش الايد اثناء السعال او العطس، و يعني البديل لهذا يا اما الواحد يكح في كمه او يكح في منديل ورقي. يبقى when coughing and sneezing cover your mouth and nose with a tissue or flexed elbow and then throw the tissue into closed pan and clean your hands either with alcohol-based hand rub or soap and water after coughing and sneezing. Number four. يبقى نمرة واحد غسيل الأيدي. نمرة اتنين عدم ملامسة الوجه والأنف والعينين. نمرة تلاتة آداب السعال والعطس. نمرة أربعة avoid handshaking and hugging at all times. الحكاية دي بالنسبة لنا مشكلة شوية، لأنه الشعوب الشرقية يعني بتهتم جدا بإلقاء التحية والسلام، والأمر كمان بيبقى السلامات الحميمية اللي بتبقى مصحوبة بالعناق تقبيل. المفروض في الأوضاع اللي احنا فيها في الوقت الحالي، يعني احنا ممكن نحط برضو بوستر زي ده، زي البوستر بتاع wash your hands، بوستر زي ده please avoid shaking hands due to the current situation. طب امال هنعمل ايه؟ ده في ناس بتعتبر ان عدم السلام او عدم التحية ده نوع من انواع يعني عدم الاهتمام او قلة اهتمام. زي ما قلنا، زي ما كنا هنحط بوستر to wash your hands، برضو هنحط بوستر avoid handshaking، وده برضو يبقى متواجد في المستشفيات وفي العيادات الخارجية وفي الميديا، بحيث ان يبقى ده جزء من الثقافة بتاعتنا أثناء التعامل. الحقيقة الـ WHO يعني وضع التساؤل should I avoid shaking hands because of COVID-19؟ الإجابة نعم. ليه؟ لأن respiratory viruses can be passed by shaking hands and then you can touch your eyes, nose and mouth. طب ما هنعمل إيه؟ هناك بدائل لإلقاء السلام والتحية. Greet people with a wave, a nod, or a bow instead. يعني بقى، يعني أنا هتجنب الفيزيكال كونتاكت اللي بيحصل أثناء الهاند شيك when you are greeting someone، هنستبدله بالأشياء اللي مش هنعمل فيها هاند شيكينج. يعني مثلا على سبيل المثال ده البو للانحناء والتقوس أثناء أداء التحية، ده الويف انت بترفع ايدك، ده نوع من أنواع التحية أو السلام. ده النود، سيادتك هتعمل إيماءة برأسك، هذه الإيماءة لأسفل بتعني مزيد من الاحترام أو التقدير أو السلام، فهذه الإيماءة قد تكون كافية، نوع من أنواع التحية. وممكن طبعا تبقى لتحت وبعد كده ترفع رقبتك لفوق، ده برضو معناه أنك أنت كأنك يعني مزيد من الاحترام والتقدير لما بتنزل رقبتك لتحت، ولما بترفعها لفوق كأنك بتقول لواحد صاحبك بتحييه يعني. وطبعا ممكن تجيبها شمال ويمين لو انت موافق على حاجة. بديل تاني
الكوع في الكوع، وده يعني سلام ناشف، الكوع في الكوع، والسلام ده ينفع رجالي وينفع حريمي، بيسموه بامب إلبو، بامب إلبوز، كويس أوي. وبعدين في حاجة اسمها هاند تشيك، والناس بقى عشان تجود اليمين في اليمين والشمال في الشمال. دي برضو واحد بيحط ايده على صدره، ده طريقة من التحية. واحنا عندنا على فكرة احنا بنعمل ده، احنا بنعمل النوع ده من التحية، احنا بنعمله في الكالتشر عندنا. يبقى الهاند شيك alternatives ممكن يكون بدل الويف او السلام سيليو، تحية والسلام كده زي السلام العسكري، او البو بامب، الكوع في الكوع، او البو الانحناء، او طريقة السلام بالأيدي على بعضها وموجودة على الصدر، أو الفوت بامب، الرجل في الرجل، أو الهيب بامب، السلام الجانبي، طبعا ده سلام كوميدي، أو إنه يعني انه سلام الانتكه بقى، ان الواحد يحط ايديه في جيوبه ويبقى كده علشان لو جاي حد يسلم عليه يحس ان هو ما بيسلمش على حد. طبعا دي 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 كلها يعني alternatives للهاند شيكينج. واحيانا الكالتشر نفسها بتفرض ده، بتأفويد الهاند شيكينج او بتأفويد الفيزيكال كونتاكت، وخصوصا وخصوصا في المجتمعات الشرقية، وخصوصا مع اخواتنا المحجبات او المنتقبات. هو بحكم الكالتشر هو مفيش تصافح بالايدي. في نوع تاني من السلام ده موجود في شبه الجزيرة العربية والخليج العربي، اللي هو نوز تو نوز جريتينجز، برضو ده برضو ده ممنوع. وزي ما قلنا هنستخدم هاند شيكينج alternatives. تداعيات السلام، الهاجينج، الأحضان أو العناق، برضو ده المفروض إن العناق وده يعني الحقيقة ده أحد عاداتنا كمصريين، ده توابع السلام الحكمي، ده برضو لا يجوز في الوقت الحالي. برضو الكيسنج، برضو ده برضو غير مستحب أو غير مفضل في التوقيت الحالي. يبقى السلام والعناق والتقبيل يجب تجنبهم لمنع انتشار الكورونا فيروس. يبقى السلام والتحية في زمن الكورونا، suggested greetings من الشمال لليمين، أدى صورة الويف. هنا بقى ايد متطبقة والايد التانية فوق، هذا برضو طريقة من طرق السلام بيسموها جونج شو. النمست، الايدين على بعض ومحطوطين على الصدر او قريبين من الوجه. البو، الانحناء. اما ما يجب تجنبه الهاند شيكينج من الشمال لليمين، برضو الكيسينج، النوز رب اللي هو نوز تو نوز جريتينج، والهاي فايف. الهاي فايف ده بقى اللي هو زي عندنا كده كفك، حضرتك تفرد كفك
وحد يسلم عليه زي ما هو في المثال كده، انا حفيدتي الحقيقه بتسلم عليا بالطريقه دي. فالهاي فايف ده برضو من ضمن الحاجات الممنوعه في زمن الكورونا. يبقى الرساله تجنب المصافحه والعناق والتقبيل. Avoid handshaking, hugging and kissing. الرسالة الخامسة: Clean and disinfect frequently touched surfaces and objects. تنظيف الأسطح المستمر، ده مهم الحقيقة. ده تنظيف الأسطح ده حاجة في أهمية، لأن أنا لو عندي contaminated surface ولمست بإيدي وبعد كده لمست الوجه أو الأنف أو الفم، هتبقى دي أحد طرق نقل العدوى. السؤال اللي بيطرح نفسه وحصل عليه كثير من الأقاويل: For how long can this novel coronavirus live on surfaces؟ في دراسة اتعملت واتنشرت في نيو انجلاند جورنال اوف ميديسن، وقالوا انه السارس كوفي 2 اللي هو الفيروس المسبب للكوفيد 19 او النوفل كورونا فيروس ممكن يبقى كايريسول في الاير اب تو 3 اورز على الكبر او العملات المعدنية for up to 4 hours، على الكارد بورد اللي هو الكراتين for up to 24 hours، على الستانل ستيل حاجات الستانل ستيل for up to 2 to 3 days، وعلى البلاستيك او البلاستيكات بصفة عامة for up to 3 days. طبعا الأمر ما زال تحت الفحص. طيب ايه الحاجة اللي هنستخدمها في تنظيف الأسطح وتطهير الأسطح؟ البليتش كديسانفكتنت هو الحاجة اللي هنستخدمها فيه، وده اللي هو الحقيقة الأمر المنزلي، وخصوصا الكلوركس. كلوركس هنا تركيز الكلور 5%، ده الكلور المنزلي، وده أفضل شيء بيستخدم في تطهير الأسطح، وهو كمان بيتميز بأنه رخيص. ده الكلوركس أشكاله المختلفة. إحنا بنستخدمه سواء في تطهير الأسطح أو الأسطح المختلفة يعني، أو في تطهير الأرضيات، ولكن التركيز بيختلف. في تطهير الأرضيات إحنا بنستخدم مقدار من الكلور على 9 مقدار من المية، وفي تطهير الأسطح بنجيب لتر مية بنسحب منه 20 سنتي وبنحط بدلهم كلور، يبقى 20 سنتي كلور على 980 سنتي ووتر. ده لتطهير الأسطح. طيب هل يجوز استخدام الديتول لتطهير الأسطح؟ الحقيقة الموضوع ده كان مجال للجدل، والعلبة نفسها بتاع الديتول مكتوب عليها ان هي ممكن يكون لها تأثير على الكولد فيروسز، وذكرت الهيومن كورونا فيروس. الحقيقة ده كلام بالنسبة للنوفل كورونا فيروس. اليونايتد كينجدم ساينتستس say that there is no evidence that the tool can kill this novel coronavirus. يعني الستيتمنت دي is misleading. طب الليسول برضو نفس الكلام. النوفل كورونا فيروس cannot be killed.
بايديتول اور لايسول. طيب بما ان الكلور يعني كويس كده، طيب يعني كان سبراينج الكحول اور كلورين all over your body can kill this novel coronavirus؟ الإجابة no. Spraying alcohol or chlorine all over your body will not kill the virus that have already entered the body. ده مش بس كده كمان. The spraying such substances may be harmful to the mucous membranes. ايه الهايلي تاتش سيرفيسز اللي المفروض نقوم دايما بتطهيرها؟ الاوكر، اوكر بتاعت الابواب، الاحواض والحنفيات، الموبايلات، في المطابخ مثلا المطبخ والرخامه بتاعت المطبخ والكلام ده، الكريدت كارد تيرمينالز حضرتك لما تروح مكنه الصرف بتاعت الاي تي ام هي نفسها اثناء ما انت بتدخل ارقام والكلام ده هي نفسها ممكن تبقى كونتامينيتد وتبقى وسيله من وسائل نقل العدوى. لو رايح سوبر ماركت وجايب عربيه او في مطار وجايب عربيه بتحط عليها البضائع او الامتعه بتاعتك هي ستانلس ستيل هي نفسها ممكن تبقى طريقة من طرق نقل العدوى. الأبواب، الباب بتاع التاكسي أو بتاع العربية، سلة المهمات، احنا قلنا برضو الموبايلات من ضمن الحاجات المفروض to be cleaned and disinfected. ده مثلا صورة لحمام. لو ده موجود في مكان عمل أو موجود في فندق أو في أي مكان عام، يعني شوفوا حضراتكم الحنفية، الورق اللي موجود اللي حضرتك بتسحبه عشان تنشف إيديك، نفس العلبة اللي موجود فيها المجفف نفسه لو لمسته لا تنشف بيه ايدك، مفتاح النور وانت بتفتح وانت بتقفل، المفتاح او الزر بتاع التواليت ده نفسه ممكن يبقى طريقه لنقل العدوى، الغطاء بتاع القعده والقعده، الفواطه، يعني كل الحاجات ده ممكن تبقى highly touched surfaces and it has cleaned. الكيبورد وخصوصا لو انت في مكان عمل، الماوس، التابلتس، الريموت كنترول، مفاتيح الاناره، كل دي حاجات او وسائل مختلفه. في الاسانسيرات مثلا الزرار حضرتك بتضغط عليه علشان هتطلع الدور الفلاني، باب الاسانسير دي صورة تانية لحد موجود في مول وطالع على سلم كهربائي. الترابزين نفسه بتاع السلم ده ممكن يبقى أحد طرق نقل العدوى لو الواحد لمسه وكان contaminated وبعد كده touch his eye or nose or mouth. ده مثلا لو في المستشفيات الابواب اللي موجودة بين كل اسم والتاني او برضو في اماكن العمل حضرتك افتح الباب بكتفك. لو انت راكب في مترو او راكب في اتوبيس او راكب في القطر حضرتك ممكن بيبقى فيه علقات موجودة زي دي عشان تمسكها بإيدك عشان تحافظ على اتزانك لو انت واقف او لو انت نازل او كده. ده برضو لو حد لمسها وكانت ايده contaminated
برضو دي احد وسائل نقل العدوى. ده برضو ممكن highly contaminated surface. يبقى الرسائل بتاعتنا please wash your hands, use a tissue for cough or sneeze, avoid touching your eyes, nose and mouth, avoid touching your face, clean frequently touched surfaces and objects. بوسترز متنوعة ومختلفة بتعرض الكلام ده علشان ودايما وده يبقى موجود في كل مكان وتبقى رسائل تثقيفية وتنويرية لكل أفراد المجتمع. Disinfect surfaces around your home and work. Wash your hands at least for 20 seconds. Sneeze or cough into a tissue. Cover your cough and sneeze. وطبعا avoid kissing, hugging and handshaking. هنيجي بقى نتطرق لجزئية في منتهى الأهمية. Please practice social distancing. المقصود بsocial distancing التباعد الاجتماعي. Social distancing means keeping 6 feet apart from others. تحافظ على مسافة لا تقل عن 6 feet أو 2 meters حينما تتعامل مع الآخرين. يعني مثلا دي صورة بتوضح إن لو المجموعة دي من الناس متواجدة في مكان واحد يبقى بينهم السوشيال ديستانسينج ده at least 6 feet or 2 meters. ده مهم جدا. ده التباعد ده مهم جدا. Keep your distance. مثلا لو افترضنا ان الناس واقفة في طابور بتشتري العيش، طابور بتصرف فلوس من جهة لصرف الفلوس، طابور في اي مصلحة او في اي مكان، يبقى في تباعد. هذا التباعد او المسافة في حدود مترين. طب ليه احنا بنعمل السوشيال ديستانسينج ده؟ ايه الهدف والغرض منه؟ الغرض ان احنا محتاجين to avoid crowded public places. ليه؟ لان هيبقى في close contact with each other ودي هتبقى فرصة لنشر العدوى وخصوصا لو كان في حد مريض. يبقى الرسالة avoid mass gathering. هنتجنب التجمعات. احنا هنتجنب، وده الحقيقة كل المجتمعات دلوقتي بتطبق هذا الكلام. يعني مثلا بلد زي ايطاليا على سبيل المثال، يعني الدوري الايطالي توقف، مباريات كرة القدم توقفت، الاحتفاليات العامة توقفت، أي تجمعات الغرض منها إنها تلغى وتتوقف علشان نقلل من فرص انتشار العدوى. وبقينا حتى عندنا في مصر بقينا نشوف إيفنتات كتيرة جدا اتلغت أو تم تأجيلها. أنا يعني هقول على سبيل المثال للحصر، يوم الطبيب المصري في 18 مارس من كل عام، النقابة العامة للأطباء في مصر دار الحكمة أجلت الاحتفالية بيوم الطبيب لحين الانتهاء من الأحداث اللي احنا بصددها الآن. تم تعليق الدراسة في المدارس والجامعات المصرية لمدة أسبوعين كإجراء أولي عشان نقلل من فرص
التجمعات والزحام. المفروض في السوشيال ديستانسينج ده احنا عايزين نعمل ليميتنج للارج جروب اوف جروبس اوف بيبل كومينج توجذر، بغض النظر بقى هما التجمعات دي يا اما مثلا ندوات علميه او ندوات اجتماعيه، الخروج في صوره مجموعات للتنزه الرحلات يعني، التواجد في السينمات والمسارح، السفر الجماعي، الأحداث الرياضية المختلفة، تجنب التواجد في المحال المزدحمة، المولات برضو ما يبقاش فيها زحام، أماكن الجيم، خدمات الكنائس والمساجد. يعني دلوقتي حال احنا بنسمع الأذان وبنسمع صلوا في رحالكم وصلوا في بيوتكم، الغرض ان احنا نقلل من فرص الزحام. الزيارات بقى، الزيارات و احنا يعني والزيارات وبأعداد كبيرة والعزومات والكلام ده كله، ده برضو المفروض كلام نتجنبه في التوقيت الحالي. non-essential workers in your house، يعني مفيش داعي تجيب عمالة في بيتك في التوقيت الحالي وانت ما انتش متأكد من حالتهم الصحية. الماس ترانزيت سيستمز المفروض ما يبقاش فيه زحام لا في القطارات ولا في المترو ولا في البولمان، سيارات البولمان، يعني الزحام ده نتجنبه، او وسائل النقل الجماعي بصفه عامه. انما دي الحاجات اللي هو يجب تجنبها. انما you can keep your distance، ممكن تتعامل وانت محافظ على مسافه 6 feet او 2 meters لو انت مثلا رايح مطعم مثلا تجيب اكل تيك اواي، او نازل سوبر ماركت قريب منك، او محل خضار، او صيدليه، يبقى انت في الاماكن دي هتنزل وتؤدي حاجياتك، ولكن هتحافظ على مسافه التباعد الاجتماعي اللي هو 6 فيت او 2 meters. ده حتى شركات كتير دلوقتي، وحتى برضو الكلام ده في العمل الحكومي، تم تخفيض نص القوة، وفي الشركات الخاصة شركات كتير بتقلل العمالة، وممكن الشخص يعمل وهو في المنزل، وخصوصا مع التكنولوجيا اللي حصلت والإنترنت والكلام ده والإيميلات والحاجات دي، فممكن work at home. وطبعا الأطفال المفروض إن هم يتجنبهم السوشيال جاذرينج، التجمعات والمناسبات الاجتماعية، الأفراح والحفلات والحاجات دي. والرحلات بقى أو السفريات أو المشاوير الغير هامة يجب تجنبها في التوقيت الحالي. وconduct virtual meetings online، يعني على سبيل المثال الكورس اللي احنا عاملينه اونلاين ده، ما هو مفيش تجمعات دلوقتي ومفيش محاضرات بتتعمل في دار الحكمة، فاحنا قمنا بتسجيل الفيديو وعرضه اونلاين. الحاجات دي كلها يكون من شأنها انها هتقلل من الاختلاط، وبالتالي هتقلل من انتشار المرض. يبقى السوشيال امباكت ده الحقيقه بتاع او الامباكت بتاع السوشيال ديستانسينج ده از فيري امبورتنت. كيب يور ديستانس كان سيف لايف، 6 فيت اوف سيباريشن او سوشيال ديستانسينج during a pandemic
can save life. للدرجة دي؟ آه. إحنا طبعًا في بانديميك. إحنا الآن في بانديميك. والبانديميك سترين بيتميز بإنه هو it can be easily transmitted from human to human in a sustainable way. فالهدف من السوشيال ديستانسينج to slow the spread. عشان كده احنا بنقول avoid non-essential trips in the community. Avoid or postpone gathering. Keep your kids at home, away from group settings. Work at home whenever possible. And conduct meetings virtually online زي ما قلنا. وبعدين long term care homes المفروض الزيارات لا تبقى restricted بقدر المستطاع. يبقى حضرتك من ضمن الحاجات مثلا مش لازم تروح البنك، ممكن تستخدم الفيزا كارد. نأجل حفلات الزفاف والمناسبات والحفلات الاجتماعية. ممكن بدل ما نروح المولات أو الحاجات دي نشتري أونلاين. ممكن العمالة تشتغل at home لو كان ده متاح. استخدم السكايب كولز بدل الفيس تو فيس ميتينجز. والتجمعات الكبيرة تجنبها بقدر المستطاع. ده كل ده نوع من أنواع social distancing. طب ليه احنا بنعمل كده بقى؟ في حاجة اسمها reproduction number، رقم الحساب التكاثري، وده يعني how many people on average each infected person can infect. يعني الشخص المصاب ممكن يعدي كم شخص في المتوسط. الرقم ده بيختلف من مرض للتاني. بالنسبة للكوفيد 19 reproductive number أو reproduction number بيتراوح من 2 ل 3 في المتوسط 2.5. إذا ما قارناه بالسيزونال انفلونزا مثلا ده من 1 ل 2 أقل. إذا ما قارناه بالحصبة ده من 12 ل 18 أكتر بكتير جدا. طيب رقم الحساب التكاثري يعني أن الشخص المصاب بالنسبة للكوفيد 19 ممكن في المتوسط مثلا فور اكزامبل يعدي 2، وكل واحد من الاثنين ممكن يعدي 2، وكل واحد من الاثنين اللي تعادهم ممكن يعدوا 2، وهكذا، وتبقى متوالية نفسية. عملوا استدي لقوا ان الشخص المصاب ممكن يعدي في المتوسط في خلال 5 ايام 2.5 people، اللي هم ده اللي بنسميه رقم الحساب التكاثري. وزي ما قلنا كل واحد من اللي اتعدى هيعدي 2.5 شخص، وهكذا زي المتوالية الهندسية. وجدوا ان الشخص الواحد في خلال 30 يوم المحصلة النهائية للتشين اوف ترانسميشن هيعدي 406 شخص. طيب لو عملنا سوشيال ديستانسينج وقللنا الاكسبوجر بنسبة 50%، قللنا فرص الاتصال الجماعي والاختلاط بنسبة 50%، الشخص الواحد ممكن يعدي في خلال 30 يوم chain of transmission ممكن تصل في النهاية ل 15 شخص يتعدوا، بدل ما كانوا 406 بقوا 15. لو قللنا chain، لو قللنا السوشيال ديستانسينج لو زودناه وبقى كميه الاكسبوجر قلت بنسبه 75%، ال one infected person can infect 2.5 person في خلال 30 يوم. اذا
كل ما نتوسع في إجراءات السوشيال ديستانسينج كل ما فرص انتشار تقل. زي ما قلنا بدل لو ما فيش سوشيال ديستانسينج الشخص المصاب يستطيع أن يعدي أو يتسبب في عدوى 406 شخص في خلال 30 يوم. لو عملنا 75% ريدكشن للكونتاكت ما بين الناس وعملنا سوشيال ديستانسينج بطريقة جيدة الشخص المصاب في خلال 30 يوم هيعدي 2.5 persons. وهو ده الحين of transmission. ده اللي هيعمل what's called flattening of the curve. يبقى to slow the spread of coronavirus. حضرتك الكيرف الجزء المتصاعد فيه ده هنا في uncontrolled transmission، فبالتالي الحالات تزايدت بصورة قوية جدا وبقت beyond the capacity of the healthcare system. لكن أنا لو قدرت تعمل control للspread of the coronavirus هقلل الspread of the disease in the community، وبالتالي الكاباسيتي بتاعت الهيلث كير سيستم هتقدر تتعامل. يبقى احنا الاوبجكتيف بتاعنا ان نعمل فلاتنينج اوف ذا كيرف اللي هو ظاهر هنا في اللون الازرق عشان يبدا بعد كده معدل الحالات يقل ويبقى السوشيال ديستانسينج فعلا قدر ان هو تو بروتكت اور كوميونيتي. طب ده فيلم خيال علمي؟ لا ده مش فيلم خيال علمي. الكلام ده حصل في الصين وحصل في كوريا. وكانت الرسالة stay at home. والرسالة stay home safe life. ودي دلوقتي حاليا الصين سبقت لأنها كانت انطلاق الشرارة كان من الصين. أما دلوقتي في كل دول العالم بقى الشعار stay home to stop the spread of COVID-19. Stay home, safe life. Practice social distancing. اللي هو stay 6 feet apart. يعني طبعا دي من ضمن الكوميكس الناس بقى يعني الزم بيتك. ده شعار الصورة دي لواحدة في إيطاليا. قاعدة وفتح البلكونة ومعاها الكلب بتاعها وكأنهم بيدوا لبعض الشاي والقهوة من بلكونات. خليك في البيت. ده بقى الشعار. حتى احنا شفنا على الميديا الممثلين والكلام ده يطلعوا الزم بيتك خليك في البيت. حتى السعودية لأول مرة في عمري أشوف إنه تعليق رحلات العمرة. ده شكل الحرم في الأيام العادية وده شكل الحرم بعد تعليق رحلات العمرة. وبقى الشعار working from home. وبقت الرسالة give corona no chance. لا تعطي المجال والفرصة للكورونا لكي تنتشر، مرض قاتل وخطير. stay home الزم بيتك. ودي برضو واحدة من ضمن الكوميكس أبو الهول دخل في الهرم بقى الزم بيتك بيطبق الشعار. وبقى الشعار اللي بيقوله الفريق الطبي لعامة الناس I stayed at work for you you stay at home for us. الرسالة مهمة يا جماعة، يعني تقليل التواصل الاجتماعي والتباعد الاجتماعي وإلزم بيتك والخروج للضرورة أو للأشياء الهامة. وبقى في بوسترز بقى خليك للبيت خليك في البيت للحفاظ على سلامتك. معا نقضي على لو حابين نستفيد من الكلام ده.
هو الحقيقة إحنا محتاجين نعمل توعية مجتمعية على مستوى أكبر. الناس محتاجة تفهم فايدة تقليل الاختلاط والالتزام في المنزل بصورة أوضح عشان يتعاونوا معانا، لأن دي جزئية مهمة جدا. وزي ما شفنا بلد زي الصين نجحت في احتواء المرض بالإجراءات، الحقيقة كانت إجراءات فيها حزم، وبرضو الشعب التزم. وأنا رؤيتي إن احنا هنحتاج بعد الأسبوعين دول تمديد برضو لفترة الحظر الجزئي، وبرضو هنحتاج لمزيد من التقليل بالنسبة لتواجد الموظفين في المصالح العامة. كل ما نقدر نقلل من فرص الاختلاط ونطبق السوشيال ديستانسينج ونلزم البيت، بلا أدنى شك هنوصل لنتائج أفضل وهنقلل السبريد اوف ذا فيروس. طيب ايه الفرق ما بين السوشيال ديستانسينج والايسوليشن والكارانتين، التباعد الاجتماعي والحجر والعزل؟ السوشيال ديستانسينج احنا بنعمله الاشخاص ما عندهاش سيمتومز، صحيح هم at low risk of exposure to COVID-19، ولكن احنا بنعمل ده كإجراء احترازي عشان نقلل من فرص انتشار العدوى. اما الحجر او الحظر فده بيتعمل للناس اللي at high risk of exposure to COVID-19، مش لازم الناس تبقى سيمتوماتايزد، والغرض منه احنا بنعمل كارانتين to determine if an infection exists or not. يعني مثلا احنا كنا في البداية القادم من السفر من دولة ينتشر فيها المرض كان بيوضع في الحجر الصحي لمدة 14 يوم. أما العزل في مستشفيات العزل زي النجيلة مثلا، العزل بيتم للإنفكتد بيرسون to prevent further communication and further transmission of the virus. يبقى إذن الإيسوليشن أو العزل for people who are sick، أما الحجر أو الحظر for people who are not sick but may have been exposed to the virus. تطبيق إجراءات الحظر ده الحقيقة تم بصورة نموذجية في ووهان في الصين. في البداية أعلنوا عن الحظر لمدة شهر، وعملوا حجر ل 41 مليون شخص في ووهان وثلاث مدن قريبة منها كان المرض منتشر فيها، واتقفلت حدود المدن دي، ما عادتش بتستقبل حد من خارج ووهان، لا الطرق البرية، الطرق البرية تم إغلاقها، رحلات الطيران توقفت. دي صورة حصرية لمدينة ووهان أثناء الحظر. رحلات الطيران زي ما قلنا توقفت، وتحولت ووهان إلى مدينة أشباح
الكلام ده كان بيجي على نشرات التلفزيون. نفس الكلام في إيطاليا، بقى في دلوقتي حظر لي وحجر الواحد ل 16 مليون شخص في لامباردي اللي هي مركز الوباء في إيطاليا، لا حد يدخل ولا حد يخرج. والحقيقة ما تم تطبيقه في الصين من فكرة الحظر ومنع الدخول والخروج بيذكرني بواتس كولد ذا اسلامك فيو اون كورونا. في حديثين صحيحين ومتفق عليهم عن حكم الذهاب او الخروج من بلد ينتشر فيها الوباء، عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. بالضبط زي ما تم التطبيق في الصين. دي رسالة النبي عليه الصلاة والسلام من 1400 عام. برضو ترك المصافحة خشية العدوى، عن الشريد ابن سويد الثقفي قال: كان في وفد ثقيف رجل مجزوم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال: إنا قد بايعناك فارجع، إنا قد بايعناك فارجع، عشان يتم تجنب المصافحة. وسبحان الله، لو تأملنا ما نحن فيه الآن نتذكر الآية الكريمة: إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. سبحان الله، سبحان الله. جورج بوش كان بيتباهى وبيفتخر بأن أمريكا دولة قوية وعندها نظام صحي فائق المستوى وقادرة على التعامل مع أي طوارئ صحية. الغريب والعجيب، الراجل كان بيقول الكلام ده بكل غطرسة. الوضع العالمي اليوم في 30 مارس 2020، إجمالي عدد الحالات في العالم 770 ألف حالة، الوفيات 36، يعني قاربت على 37 ألف حالة. والغريب إن أمريكا on the top of the list، أعلى دولة في العالم في معدل الإصابة بفيروس الكورونا الآن الولايات المتحدة الأمريكية. أعداد الإصابة فيها قاربت على ضعف أعداد الإصابة في الصين بلد المنشأ. سبحان الله. وأعلى 10 دول في العالم فيها إصابة بالفيروس كلها دول حديثة ومتقدمة. أمريكا وإيطاليا وأسبانيا وألمانيا، يعني دول كلها متقدمة ودول حديثة. سبحان الله، سبحان الله. والكوميدي أن الصومال في 30 مارس 2020 إجمالي حالات الإصابة فيها 3 حالات. أفقر دول الأرض إجمالي الإصابة فيها 3 حالات.
سبحان الله، نحن نرى عجائب قدرة الله. ميكروب ضعيف صغير أقصد لا يرى بالعين المجردة، يربك الاقتصاد العالمي ويربك حسابات الدول الكبرى ويرهق الأنظمة الصحية في أكبر دول العالم وأكثر دول العالم تقدما. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم عاملنا بإحسانك، النقطة السابعة: Avoid close contact with the people who are sick. تجنب مخالطة الأشخاص المصابين. Stay at home. حتى نفس الرسالة دي للشخص المصاب. If you get ill, stay at home. وخصوصا لو كانت الأعراض. بالنسبة للكالتشر بتاعتنا، قرار كان حكيم، غلق الكافيتريات والمقاهي، الشيش أحد طرق انتقال العدوى. يبقى بوستر مجمع زي ده لو بصينا له، تجنب لمس المقابض أو الأكر، اغسل إيديك بالماء والصابون، تجنب المصافحة بالأيدي، تجنب لبس الماسك. الماسك ممكن يكون ملوث، وانت لو لمست ايدك تبقى ملوثة، وبعد كده لو لمست مناخيرك او عينك او بقك تقدر تنقل المرض. كح في كمك لو مفيش معاك منديل ورق. حضرتك لو موجود في اسانسير ممكن تستخدم يعني حتة خشب صغيرة عشان تضغط على الزرار بتاع الاسانسير زي الستكس كده، بدل ما تلمسه مباشرة، يكون أحد طرق العدوى. Again, wash your hands thoroughly with soap and water. Don't touch door knobs. Use a pen to cool a left. Avoid touching your eyes, nose and face. Don't touch your face. No kissing. Sneeze or cough into your elbow or sleeve. يبقى التعليمات الرئيسية ده بوستر مجمع ممكن نقوله لأي مريض. Wash your hands often with soap and water. اغسل ايديك بالماء والصابون على الأقل لمدة 20 ثانية. Cover your cough or sneeze with a tissue. If you don't have a tissue, cup or sneeze onto your sleeve or elbow. Clean and disinfect frequently touched surfaces and objects. Avoid touching your eyes, nose and mouth. Avoid close contact with people who are sick. And stay at home when you are sick. Avoid kissing, hugging, and handshaking. ده ملخص الرسائل التثقيفية اللي نقولها للمريض بتاعنا ولعامة الناس. طيب، مسألة استخدام الماسكات. يعني من ضمن الكوميكس أبو لول بيقول Really I don't have a nose. استخدام الماسك هل هو مفيد للعامة؟ لا. برضو من ضمن الكوميكس صورة للملكة إليزابيث، يعني الست ما شاء الله يعني بتطقم ألوان الماسكات مع ألوان التيارات واللبس. ملكة انجلترا بقى، الملكة الأم. When to use a mask. A surgical mask is not required for the members of the general populations who don't have respiratory symptoms.
You should wear a mask if you are symptomatized, if you are coughing or sneezing. Or for healthy people, you can wear a mask only if you are taking care for a person who is ill. يعني انت هتستخدم الماسك في حالتين، حينما تقوم برعاية مريض او لو انت شخصيا لا قدر الله مريض، مع مراعاة ان الماسكس ار افكتيف اونلي وين يوزد ان كومباينيشن ويز فريكوينت هاند واشينج اور الكحول بيست هاند راب. استخدم الماسكات ويجب ان تضع في الاعتبار غسيل الايدي. طبعا مشكلة الماسكات انك انت لو if you touch the mask and then touch your eyes, nose and mouth, if the mask is contaminated you can transmit infection. فدي مهمة، قبل ما بنستخدم الماسك لازم نغسل ايدينا بالمية والصابون او الالكوهول هاند راب، والماسك لما نيجي نلبسه لازم يغطي الفم والانف وما يكونش فيه جابس ويكون فت. والمفروض لما نلبس الماسك نتاكد من ان الكالرد سايت اوت، الكالرد سايت اوت، اما الوايت سايد ده هيبقى انا اسف الكالرد سايد اوت، الوايت سايد هو اللي هيبقى انسايد. فاذا الجزء الملون هو اللي هيبقى الجزء الخارجي. الماسك بيتلبس بالشكل ده، وبعض الماسكات بيبقى موجود فيها ميتال باند هتضغط عليها بايديك عشان تثبت بالنسبه للبريدج اوف ذا نوز. والماسك طبعا زي ما قلنا لازم يكون مغطي الانف والفم والتشاين، انما ما يبقاش ساقط او نازل بالشكل ده. في ناس كل شويه تنزله وتشرب ميه وترجع تاني ترفعه، الكلام ده كلام مش مظبوط. هو المفروض الطريقه السليمه للبس الماسك بالشكل ده. مشكله الماسكات انه avoid touching the mask while using it. وحتى لو ده تم اغسل ايديك بالميه والصابون. من الحاجات الكوميديه الأطفال في المدارس لما كانوا بيلبسوا ماسكات كانوا بيبدلوا الماسكات مع بعض، يعني الأمهات قالوا لنا الكلام ده، واحد لابس ماسك شكله أو لونه مختلف فبيبدلوهم مع بعض. فمسألة استخدام الماسكات بين العامة دي يعني زي ما قلنا لها مواقع. طيب بنؤكد تاني على don't touch the mask. يبقى لو كانت خياراتك انك ترتدي قناع الوجه، تأكد من تغطية الفم والأنف وتجنب لمس القناع بمجرد ارتدائه. لما نيجي بقى، ودي نقطة مهمة قوي، لما نيجي نشيل الماسك don't touch the front of the mask، يعني ما تقلعش الماسك بانك تلبسه من قدام وتشده زي ما هو باين في الصورة كده، لا، ده انت حضرتك ولا تلمسه من الجنب بالشكل، انت حضرتك هتقلعه بالشكل اللي باين في الصورة ده من ورا لقدام. تاني، وبعدين هتحطه في سلك مهملات وبعد كده هتغسل ايديك بالماء والصابون. طيب الاكل في المطاعم الصينية، الحقيقة موضوع الاكل في المطاعم الصينية دي يعني السي دي سي قالت انه الاكل ما بينتقلش عن طريق الفود.
آخر حاجة أحب أقولها، الرسالة عن طريق الـ imported food products، الأكل ده مش من ضمن طرق نقل العدوى. الرسالة بقى اللي بنوجهها للمريض إن أعراض الكورونا قد تتشابه مع أعراض البرد أو الإنفلونزا، لكن أي حد عنده ارتفاع في درجة الحرارة وسعال وضيق في التنفس وكان الشخص ده مخالط لحالة إيجابية، حالة مؤكدة معمليا لتحليل فيروس الكورونا، أو راجع من الخارج وفي خلال 14 يوم ظهرت، كان في الخارج في خلال 14 يوم من ظهور الأعراض، وخصوصا لو كان موجود في بلد منتشر فيها الفيروس، أو لو كان أحد العاملين في أماكن تقديم الخدمة الصحية، واحد من الفريق الطبي أو من المترددين على أماكن تقديم الخدمة الصحية وظهرت عليه هذه الأعراض، أو من العاملين في مجال السياحة، وخصوصا لو كان في أحد المنشآت الصحية اللي تم اكتشاف وجود حالات مصابة فيها، اللي عنده هذه الأعراض وهذه الظروف الإبيديميولوجيكال سيتويشن، ده المفروض إنه يا إما بيتصل بالخط الساخن 105، يا إما بيتوجه لأقرب مستشفى صدر أو حميات لتقييم حالة. To take a home message, it's coronavirus. To win the fight against COVID-19, take care of yourself, take care of others, and take care for those who are caring for you. Each one of us can make a difference. However, together we can make a change. احنا محتاجين لتضافر الجهود ونبقى منظومة واحدة بتتعامل لمكافحة فيروس الكورونا المستجد عشان نحافظ على أولادنا ونحافظ على بلدنا ونحافظ على صحتنا. إن شاء الله الجزء القادم هنتكلم فيه عن المفاهيم الخاطئة عن مرض الكوفيد-19. شكرا جزيلا.